هون مثل ما شايفه بلشت الناس تتوافد على المعرض. رح اطلب من الزميل منتصر يعطينا شويه هيك لقطات من اجواء المعرض اليوم. رح ذكر هذه النسخه 33 لمعرض الدوحه الدولي. هالنسخه بتضم 515 دار نشر من 42 دوله. سلطنه عمان هي ضيف الشرف. بدات العروض حتى الموسيقيه والثقافيه بمعرض الدوحه. ما زالت ايضا الجوله الرسميه على كل دور النشر مستمره، يعني ما زالت الشخصيات عم تتوافد على دور النشر المختلفه. وبدي الفت النظر للي بحبوا يعرفوا كيف يطبع الكتاب. هذه النسخه ايضا بتضم طابعه رقميه لحتى تساعد الناس يتعرفوا على كيفيه طباعه الكتب. وانا بفتكر هذا الشيء كثير لذيذ وجميل نكون عم نعرف كيف بتتم صناعه الكتب. على كل حال سينضم الي الاعلامي والكاتب الاستاذ تيسير عبد الله. استاذ تيسير صباح الخير. بلال صباح الخير عليكم وعلى العربي، وشكرا لحضوركم ودعمكم لكل الفعاليات في قطر والعالم العربي. هيدا واجبنا وهيدا فرح على كل حال. اليوم سجل حضور دائما ما شاء الله العربي. يعني استاذ تيسير اليوم رغم انه الناس قالت خلص بروح الكتاب انتهى، اليوم عم نشوف انه بمعرض الدوحه عم نشوف اكثر من 515 دار نشر. هيدا بيدل انه ما زال الكتاب بحال جيده، شو رايك؟ هذا الكلام الصحيح. يعني كل ما يتنبأ المتنبؤون ويتخرص المتخرصون ان الورق مات وانتهى، لكن يعود الكتاب مره اخرى ليسجل حضوره. بصراحه لا، ما زال الناس متعلقين بالكتاب، ما زال الناس متعلقين بالورق. ليس مجرد ديكور للكتاب، اصبح جزء حقيقي من ذاكره الناس، من ذاكره الاجيال والبلادين. وراح تشوفون ان شاء الله، انتم اكيد بتتابعون في رسائل ايضا اخرى، راح تشوفون الاف الالاف والطلب الصباح يجيبون طلبة صغار يعني يحضرون ويشترون الكتب وينتقون القصص اللي تناسب أعمارهم. يعني ما شاء الله، يعني بدقائق كان المعرض مليء بالزوار. صحيح. هيدا شو بيدل؟ شوف رغم أنها فترة صباحية الناس في أعمالها وكذا، لا الشغف للكتاب ما زال قائم، ما زال موجود. يعني وعلى فكرة هذا معرض تاريخي، يعني تتكلم عن 33 سنة وربما أكثر من ذلك هو حقيقة، لكن كترتيب رسمي 33 سنة. لذلك عندهم خبرة كبيرة في التعاطي مع دور النشر مختلف الدول، سقف الحريات المرتفع جدا جدا يا بلال. حقيقة المعرض هذا في سقف حرية مرتفع جدا، وكل ما ارتفع سقف الحرية كان زيادة الإقبال من قبل القراء والناس. يعني شعار المعرض بالمعرفة تبنى الحضارات. الله. ونحن عم نشوف اليوم صراع للحضارات. أيوة، صراعات. صحيح. مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية. إلى أي مدى برأيك يجب أن نعود للمعرفة؟ صحيح. لهي تقودنا لحتى نبني حضاراتنا ونتقدم فيها وتتقدم الشعوب بحضاراتها. والله ملحوظة صحيحة. يعني أنا أعتقد صراع الحضارات المفروض تختفي، يعني في ظل العولمة، في ظل التداخل الحضاري والثقافي بين الآن صرنا نحتاج إلى الآخر أيا كان حتى لو كان بعيد. لكن فعلا بالعلم والمعرفة والثقافة هي دائما تبني جسور المحبة. يعني دائما المعرفة والثقافة ضد الحروب، ضد المآسي، ضد المجاعات، ضد المؤامرات. لذلك احنا لابد ان نتمسك بهذه المقولة، بالمعرفة، بالعلم، بالكتاب، عشان نعيش صح. يعني حياتنا ديمقراطية، رفاهية، بعيدا عن الآلام، بعيدا عن المشاكل. ضيف الشرف لهالعام سلطنة عمان. صحيح. يعني صحيح. عمان بكل تاريخها وعراقتها فعلا وطن عظيم، ثري، غني جدا بالادب، بالارث الكبير. لذلك احنا فخورين بوجودك. رح شوي هيك نوقف على جنب، لانه تفضل استاذ تيسير، لانه مثل ما عم تشوفوا بالمشاهد يعني يبدو انه ايضا الجولات كبيره بالمعرض، ويعني ما زالت الوفود والشخصيات الرسميه من وزراء ومن سفراء عم تتوافد على معرض الكتاب، معرض كتاب يلي مثل ما ذكرت باقي لغايه 18 مايو. يوميا فيكم تزوروا المعرض وفيكم تكونوا على قرب من كتابكم المفضلين ومن كتبكم ايضا المفضلين. يعني 42 دولة تشارك بهذا المعرض، هذا الرقم ليس بقليل. 515 دار نشر. يعني ربما انتم بافكاركم مشاهدينا في كتب بتحبوا انه تقتنوها، او في كتاب بتحبوا انه تلتقوهم. استاذ سيسير تفضل.
تفضل من جديد الجولة. يعني بس هيدا شيء حلو يعني. شفت التواصل، حتى كثير من وزراء الدول ووزراء الثقافة موجودين. يعني معالي يزن ابن سلطان هيثم، يعني هذا الرجل أيضا من شباب العرب الرائعين القادمين بقوة لعالم الثقافة وعالم المعرفة بدون شك. مثل ما قلت لك عمان، أعتقد أذكر العام الماضي على ما أذكر المملكة العربية السعودية أيضا كانت ضيفة. والحمد لله هذا هو التواصل الحضاري، هذا هو التواصل، يعني موجود التواصل الإنساني والبشري والثقافي موجود منذ القدم، لكن أيضا هذه المناسبات تأكد هذا التواصل. يعني مثل ما بيقولوا الصورة أبلغ مرات من الكلمة. الصورة بفتكر أعطت حق هذا المعرض اللي مثل ما قلت ممتد بالتاريخ وأيضا ما زال مستمر، وما زال أيضا يعني معرض الدوحة هو ركن أساسي لحتى صحيح. الكتاب يستمر يعني. والجميل بلال إنه هو ليس مجرد فقط كتب، تلقى كثير من الفعاليات والمؤسسات الثقافية. أحسنت، إحنا مثلا عندنا في المسرح جايبين مجموعة من العلماء المسلمين القدماء، البيروني، الفراهيدي، ابن سينا بملابسهم التاريخية العريقة موجودين. نتمنى تغطوا معهم يعني أنتوا أيضا. أكيد أكيد ضروري. إيوة. لنا رسائل كثيرة من المعرض، وإن شاء الله رح نقدر هيك نتوقف عند أركان هالمعرض من نشاطات ثقافية وغيرها وفنية يلي دائما موجودين. بفتكر عم تسمعوا الموسيقى. أيوة. يعني العازفين ورا تخت شرقي جميل، الشرقية القطرية. أكيد يوم موفق. بارك الله فيكم. شكراً وجودكم. شكراً أستاذ تيسير. إذن هذه كانت إطلالتنا من معرض الدوحة. يمكن تقدروا تحسوا بشعور من الفرح، وهيك بشعور من الرغبة بأنه نكون بقرب الكتاب. وهذا الشيء بفتكر إذا حافظنا عليه منكون عم نساعد حالنا بأنه معرفتنا كمان تزداد يوم بعد يوم. برجع بختم مع شعار المعرض وهو بالمعرفة تبنى الحضارة.